تعد الكنيسة الشرقية في مدينة توكرة من الأمثلة الجيدة للعمارة المسيحية، حيث تعتبر بأنها من أقدم الكنائس في هذه المدينة. هذه الكنيسة تعد من طراز الكنائس البازيليكية، وتعتبر أيضا كنيسة توكرة الكاتدرائية، وهي أكبر كنائس مدينة توكرة. تم الكشف عن هذه الكنيسة في حفريات أجريت في بداية ستينيات القرن الماضي. تقع هذه الكنيسة في الركن الشمالي الشرقي من المدينة، حيث تبعد عن الجدار الشمالي للمدينة بحوالي مسافة 72 متر. في هذه الكنيسة صفين من الأعمدة، في كل صف يوجد 12 عمود يفصل الرواقين عن صحن الكنيسة الأوسط، بالإضافة إلى أنها توجد بها حنية نصف دائرية توجد في الناحية الشمالية الشرقية من هذه الكنيسة، بالإضافة إلى وجود حجرتين غير منتظمتين تفتحان على أروقة هذه الكنيسة. هذه الكنيسة تعتبر من أفضل المعالم التي يمكن أن يشاهدها الزائر عندما يزور مدينة توكرة. مدينة توكرة التي تعتبر من إحدى المدن الخمسة التي أسسها الإغريق في إقليم سيرينايكا أو إقليم بارقة، هذه المدينة هي المدينة الثانية بعد تأسيس مدينة قورين شحات، فقد أسست في الربع الأخير من القرن السابع قبل الميلاد.